اهلا بيكم في حصه جديده من منوعات كيدز. النهارده هناخد الفيرب تو بي، بس لازم نفتكر الاول سبجكت بروناوس ايه هما. ضمائر الفاعل اي هي شي ات وي يو ذي. الفيرب تو بي، البي عندنا هنا فيرب في الانفينيتيف يعني صيغه المصدر، الرئيسي بتاعه فيرب تو بي. بي عندنا هنا هنعتبره فازر لأنه عنده family. family بتوع بي am is are. am is are دول السنس بتوع father بي. يبقى الverb to be عنده am is are. كل واحدة من am is are عندها friend. am عندها friend. I is عندها three friends. he she it or عندها three friends. we you they. الفريندز دول ما بيسيبوش بعض ابدا. ناخد شوز مع بعض، هنحط is او am and are. I a teacher، هتاخد is ولا am ولا are. am I am a teacher. طب he a boy، he تاخد صاحبتها is. ممتاز. تمرين تاني it a book، it تاخد صاحبتها is. ممتاز. يبقى it is a book. she a girl، she تاخد صاحبتها is. she is a girl. they boys، they صاحبتها are. they are boys. we teachers، we صاحبتها are. we are teachers. you boys، you صاحبتها are. you are boys. they cats، they صاحبتها are. they are cats. you wit، you صاحبتها are. you are wit. you girl، you girl، you صاحبتها are. you are girl. نفتكر مع بعض الverb to be. اتفقنا ان هو الفازر عنده three sons. أول sons عنده am، تاني واحد is و are. am is are. كل واحد من sons دول عنده friends. am صاحبتها، friend is I، is friend is he she it، are صاحبتها we you they. نكون خلصنا حصة النهاردة، ولو استفدتم ما تنسوش تضغطوا لنا على علامة اللايك وتقولوا لأصحابكم على قناة منوعات كيدز عشان هم كمان يستفادوا ويشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. باي باي.